الاقصى، القدس حاجه والمسجد الاقصى حاجه، انا بتكلم وقبه الصخره حاجه، لان الناس مش عارفه الفرق لغايه دلوقتي بين قبه الصخره، ومش عارفين ان قبه الصخره ده مسجد جوه المسجد الاقصى. قبه الصخره والصوره الاولى من المسجد الاقصى عملهم عبد الملك ابن مروان، وطبعا مش عايز بقى اقول كلام يؤخذ، اللي عايز يعرف رايي في عبد الملك ابن مروان يشوف كتاب شجون عربيه وشجون تراثيه، لان عرضت فيه الكلام ومش عايز استعمل مفردات من اللي بيرفعوا عليها القضايا. بس يعني في حد عايز على عبد الملك ابن مروان دلوقتي؟ ده راجل سافل. لا انا ما اقصدش، انا غلطت. انا غلطت. عارف ليه؟ أنا قلت لك. عارف ليه؟ لانه هدم الكعبه مرتين، مره وهو امير ومره وهو خليفه. وانا يا استاذ عمرو يعني لن يفزعني، ممكن نشرح للشباب علشان الناس، بس الشباب على تويتر بيحطوا الصوره اللي قدامنا دي عشان نشرح لهم. طيب دي قبه الصخره، الحمد لله، عشان بنيت ان ده مش المسجد الاقصى. بنيت اولا لتكون رمز يوجه به المسلمين بديلا عن الحج، خلاص، ودهبها فعلا وكان يتصلى فيها. وبعدين جنبيها، لان المكان صغير وكانوا بيطوفوا حواليها بالمناسبة، أو كان عايزهم يطوفوا عليها، وكتير من مش الصحابة بقى، التابعين قالوا الكلام ده كلام فاضي، واحنا وابن تيمية حتى قال ده كلام فاضي. التاني بقى، يا ريت يجيبوا لنا الصورة التانية للمسجد الأقصى. ده المسجد كان مصلى، مصلى يعني حتة أرض كان فيها يعني أجلكم الله زبالة وروث بهائم وكده، لان كان في طوبه باقيه من الاثار اليهوديه القديمه. فكانوا المسيحيين في الزمن المسيحي للمدينه بيرموا عليها الزباله فجاء عمر بن الخطاب الخليفه، راجل محترم وعنده خبره بالتراث اليهودي، وكان قبل الاسلام اكثر جلوسه مع اليهود معروف. ولما لقى الناس بتكتب الاحاديث النبويه نهاهم وقال لهم امثنات كمثنات اليهود، يعني هنعمل المشنة تاني، نظف الحته دي ساحه كده وصلى فيها. وبعد كده عبد الملك بن مروان واللي جم بعده كبروا الجامع، لان بدات افئده الناس تهوي الى هذا المكان. ومن هنا بقى او من ايامها تم لقط الحتتين اللي مزعله مني الناس، انه يربط الاسراء بالمعراج والقصه الطويله دي، اللي عايز يناقشها يشوف الكتاب، انا يعني هبطل اتكلم في الكلام ده. فهذا المكان الاشكال فيه ايه؟ ان اليهود بيقولوا هو 31,000 متر مربع. هم هناك بيقيسوا بالدونم مش بالفدان. فال 30 او ال 31 دونم دول اليهود مأهورين بقالهم 2000 سنة بيصلوا تجاه القدس، علشان يعني بيقولوا انه سليمان الملك، وناخد بالنا من الفرق، سليمان عند اليهود ملك مش نبي، عندنا احنا نبي، عندنا احنا سيدنا سليمان بالظبط، وطبعا ورد في القرآن، والقرآن على عنا ورثنا. انما في التوراة حاجة تانية مش كويسة قوي يعني، بس ملك، وهم بيعتزوا بيه علشان وصل المملكة المتحدة يهوذا والسامرة على ايد ابوه طبعا داود، وهو ورثها. فعايزين يعملوا هيكل. يعني ايه هيكل؟ يعني معبد. كم مساحته؟ حوالي 200 متر. تخيل سنة 48 لما كان في ناس كتير بتفهم في مصر وفي البلاد العربية وقلنا تعال عايزين ايه؟ ما في كنيسة القيامة اهي، وفي الجامع الأقصى اهو اللي بناه الأمويين، ولو نعمل المعبد ده؟ طب ما عندنا معبد في قلب القاهرة ومعبد في قلب اسكندرية، الدنيا ما تهددش يعني.